أصبح النور، صباح الخير، وصباح الورد والسرور. جمعة مباركة. أول حاجة اليوم فقت الصباح بكري، قالك الفيق بكري بالدهب مشرياك، هي هاديك. إيوا ونطس درت هاد الرغيفات هادو دغيا دغيا بالزربة، ومن بعد غندوز معاكم المهم من الفطور حتى الغدا. غير خليكم معايا ما تقنطوا شي، اليوم ما كاين غير الوناسة وما كاين غير الكوزينة. يلا نشوفوا من بعد. عليكم البنات، وجمعة مباركة إن شاء الله، يا ربي تدخل عليكم بالصحة والسلامة يا ربي، والله يرحم جميع المسلمين، والله يعطي الصحيحة اللي باقيين، والله يطول لهم العمر يا ربي، آمين. أتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غندير كسيكسو بالكرداس. هاد الكرداسة هادي بما أن حتى شي واحد ما كياكل الكرداس عندنا في الدار، غادي ناكلها غير أنا، وغندير شوية ديال الحيمات معاهم. غنخلط الكرداس مع اللحم. هاد الكرداس هذا الصراحه كديروا لي الوالده مسكينه، الله يطول ليها العمر، الله يخليها لينا. من هاد وهاد النهار يعني من هاد النهار هذا اللي هو نهار الجمعه، كنطلب الله يطول ليها العمر ويعطيها صحيحتها ويخليها لينا، لان هي اللي بقات لينا من بعد با الله يرحمه. اليوم جمعه، وطلبي الوحيد منكم انكم ترحموا عليه اليوم جمعه، و يعني وطلبوا له الرحمه. وهاد اليوم جمعه لانني افتقدت با بزاف وتوحشتو بزاف، ما نكذبش عليكم، والله يرحم والديكم اللي ميت لها شي اب او لا ام، الله يرحمهم ويوسع عليهم، والله يصبرنا كاملين، والله يعطي رزق طولة العمر اللي باقيين يا ربي والصحيحه. المهم هنايا غندير قلت لكم غير كرداس واحد وشويه ديال الحيمه حتى هما معاهم، بما ان تا ولادي ما كياكلوا ليا لا لحم لا والو في كسكسو، كناكلو غير انايا يعني غير انا ومومو الدار. المهم غادي ندير هنا، عندي سكينجبير، عندي الخرقوم بلدي، عندي البزار البيض، وعندي بصيله، وعندي مطيشه. حتى هاد التبيزيره هادي كلشي كديروا ليا الوالده، الله يخليها ليا عاوتاني مره اخرى. كلشي صراحه ملي كنبقى ندير شي حاجه بحال هكا، طاجين ولا كسكسو ولا الحريره، اي حاجه بلديه مغربيه، كنتفكرها وكنقول كنبقى ندعى معها كل مره كل مره، لان كلشي كديروا لي على اليد، كتقول لي لا ما عمرك تاخذي داكشي مطحون من عند العطار، ولا تجي وتطحني، ولا داكشي كيبغي يتنقى في الدار، وبغي يتول، وبغي يتغسل، وبغي يتنشف على خاطرو باش تاكلوا داكشي ماكله ودواء. يلا نبداو على بركه الله. نحط هاد الكرداسة هذه، نحطها تما، ونزيد عليها الخرقوم والبزار وسكينجبير وبصيلة ومليحة وزويتة بلدية ومطيشة من طبيعة الحال. يلا تشوفوا من بعد. هانتوما البنات، هنايا درت الكرداس ديالي، راني فسرت لكم قبل بانني غادي ندير اليوم كسكسو مع الكرداس، ودرت البصيلة والخرقوم وسكينجبير والمليحة ومطيشه قطعتها طريفات، ما غندير لا سمن لا قزبور لا حتى شي حاجه دابا حتى الاخر، صافي. وخليكم معايا تبعوا المراحل ديال الكسيكسو ديالي، وغنديروا ان شاء الله بالزرع، يعني ما غنديروش بالسميده رقيقه ولا شي حاجه، غنديروا بالزرع، يعني كسكسو صحي ان شاء الله بحول الله. انا عارفكم نتوما كنقول لكم حادقات ومتولات وكل شيء، ولكن بما انه اليوم جمعه بغيت نحاول نشارك معكم كسيكسو ديالي بهاد الكريديسه هادي. يلا خليكم من بعد معايا عاوتاني، تشاوفوا ان شاء الله. وهنايا البنات، من بعد ما كنت معكم في الدار كنوجد نصبت كسكسو ديالي، طفيت عليه وخرجت هنايا. شتي دائما الصباح الى نطي الصباح بكري، و
قضيتي مسائل ديالك في الصباح بكري، كتقضي بزاف ديال الحوايج. خرجت هنايا مشيت تقديت داكشي اللي خاصني بالزربه، ومن بعد غادي نرجعوا للدار نكملوا كسكسو ديالنا. يلا خليكم معايا. الزوينات ديالي، المهم انا وجدت الخضيره ديالي هنا، راه كتشوفوا القرعه خيزو، القرعه الخضراء، هذا المكور الصغير، الحمص غنديرو حتى الاخر، وشويه ديال الفول كيعجبني حتى هو صافي، وربطه ديال القزبور. صافي هادشي اللي كاين، نرمي الخضيره ديالي ونشوفوا من بعد عاوتاني. كيف كتشوفوا هذا الكسكسو اللي قلت لكم ديال الزرع، غادي نرطبوه هكا بميها هكا، وغادي نخليه يرطب مزيان ويشرب هاد المويه هادي. هاد المويه هادي اللي من الفوق غادي نخويها، وغنخليه يرطب في ديك المويه حتى كيتنفخ وكيجي رطب وما كيعذبناش في التفوار، وفي نفس الوقت كيجي زويون ورطب. يلا تشوفوا من بعد. صافي البنات هانتوما شوفوا كيفاش الكسكسو ديالنا كيفاش كيجي رطب، ها هو راه باقي كاع ما تفور، شوفوا كتيبان كيرطب بديك المويه في الاول، بخصوص هذا ديال الزرع بقاو ديروا له هاد نفس الطريقه. غنديروا عليه دابا زويته بلديه، لحقاش غنحطو ايفور زويته بلديه باش غادي نحلوه، حتى في يعني في التفويره الاولى والثانيه ما كتحتاجوش ليه ديك قوه الرشان ديال الماء وداك الشيء، كتلقاوه ديجا واجد. دابا نديروا في الكسكاس ديالنا، ها هو الشميشه، وغنديروه ايفور الفوره الاولى، ونتلاقى معكم من بعد. اوكي بنات هنايا غادي نديرو سمينه، الخضيره ديالنا راه طابت، هيا بما انه ما عنديش فلفله حاره غنزيد شويه ديال الهريسه، ما تجيكمش عجوبه، راه حيت هاد الهريسه هذه اللي عندي الوالده الله الله يخليها ليا هي اللي كتصايبها ليا في المغرب، ما حاراش بزاف. وهنا غنزيد هاد الحمامص، ها هو هادو دائما كنخليهم انا حتى وكان حتى الاخر صافي، وغادي نخليه دابايا غير غادي يتلابق واحد شويه وصافي. يلا نشوفوا من بعد. وجمعة مباركة عليكم البنات، وكنبوسكم بزاف بزاف. هذا كسكسو ديالي مع اللبينة ولاصوص اللي بغى يزيدو، راه اللون طلق ديال الهريسة. المهم كنبوسكم وكنودعكم إلى الفيديو القادم، إي باي باي.